السيدة نعمة، دنيا هانية وإحنا فيها توحي لي نتهنى بيها. أتحدث الآن عن الوضع في ليبيا. نعم، 10 سنوات مرت والوضع في ليبيا تهزه الصراعات. إن شاء الله يعني الواقع يكذب كلامي توا. أطراف النزاع ليست في الداخل وإنما هي كذلك في الخارج، حكومات متتالية، اقتتال على السلطة والمال. يبدو أن المشهد في ليبيا معقد، عشائر وقبائل، وطبيعة المجتمع الليبي مطبوع بروح القبلية وبسطوة العشيرة. احنا نتمنى أن الوضع في ليبيا يتحسن ويعود هذا المجتمع الليبي إلى العمل وإلى البناء والتقدم، وجيراننا الليبيين نحبوهم بطبيعة الحال ونحب بلادهم مستقرة. معنا الأستاذ خالد غويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية. أستاذ خالد، صباح الخير ويومك سعيد. صباح النور أخي حبيب، وتحية ليك ولكل متابعي قناة الإذاعة الوطنية. مرحبا بك حبيب. أهلا وسهلا. إن شاء الله كلامي هذا ما هوش صحيح. أولا أنت تعرف اليوم 24 سنة في ليبيا، وأن تعرف أن الصراعات مزقت ليبيا، وخاصة اليوم الصراع السياسي وليس الصراع القبلي. القبيل اليوم كان دورها كبير اللي أثرت في نزع فتيل الأزمة ورأب الصدع وتحقيق المصالحات بين القبائل. ولكن اليوم ما تشاهده ليبيا هو التدخلات الخارجية. هناك قسم جزئين من الأزمة في ليبيا. الجزء الأول هو التدخل الخارجي، ولم تفي البعثة العمومية بالتزاماتها داخل ليبيا. انت تعرف اليوم هذا اليوم يمر على ليبيا حوالي 9 مندوبين امميين، ولا حياة لم تنادي في هذا الموضوع، بل بالعكس هو إثارة الأزمة وزيادة التفاقم الأزمة. وبالتالي اليوم عندما اجتمع الليبيون، وهناك اليوم لقاء تم في القاهرة بين مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب لتوحيد الصف وعلى أن تكون هناك تسيير لحكومة واحدة وصولا بالانتخابات. اليوم الشعب الليبي تواقع الانتخابات. اليوم الشعب الليبي لا يريد الاقتتال. اليوم هناك مصالحة وطنية بين الليبيين، لا توجد مصالحة، الليبيين متصالحين مع بعضهم. اليوم توجد مصالحة سياسية، الفرقاء السياسيين يجب أن يجلسوا. عندما جلس الفرقاء السياسيين في تونس وفي مصر، تدخل التدخل الخارجي هو الذي لا يريد أن تستقر الوضع في ليبيا، لأنهم هم مستفيدين من هذه الأزمة بطبيعة الحال، لأنه عندهم مصالح أخرى هما. طبعا أنت اليوم المنطقة تعاني من الأمرين، تعاني من الهجرة السرية، تعاني من الإرهاب، تعاني من الجريمة المنظمة. أنت تعرف أخي الحبيب اليوم مصر، ليبيا وتونس في إطار الأزمة الهجرة السرية، معاناة كبيرة بالنسبة لنا احنا كليبيين وكتونس. لكن اليوم الليبيين رأوا بأن يجلسوا، بأن تكون هناك. اليوم في تقديم ملفات لرئيس حكومة جديد، اليوم البرلمان يقبل في الملفات. اليوم نتمنى من البعثة العمومية أن تفي بالتزاماتها وأن ترعى الحوار السياسي الذي تم في القاهرة وفي تونس، وأن تبارك هذه الخطوة التي أثرت بين التي جمعت بين مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب، أن يكون الحوار بين الليبيين أنفسهم دون وصاية من أحد، والكف عن التدخل الخارجي وخروج المنظمة الليبية. هذا ما طالب الليبيين. ولكن أستاذ خالد، هل هناك قوى خارجية أجنبية دولية تسعى لتهدئة الوضع؟ لا يوجد الآن إلا دول جوار فقط. الآن ما أصبحت استقرار ليبيا هي دول جوار. دول جوار دائما تحدث عن أن الرؤساء أو الدول جوار فيما يتعلق بالحكومات مصر وتونس والجزائر، هؤلاء هم من مصلحتهم استقرار ليبيا، لأن أمنهم من أمننا واستقرارهم. ولكن الدول المتصارعة ما هو سرقة ونهب ثروات الشعب الليبي ممنهجة، وبالتالي تدخلات خارجية سواء كان من فرنسا أو من أمريكا أو من روسيا، كل التدخلات الخارجية نحن ضد هذه التدخلات. اليوم هناك حراك سلمي في ليبيا يقوده شباب والمجتمع المدني والقبائل في إخراج المرتزقة فورا والوصول لانتخابات حرة ونزيهة يرتضيها الليبيين لاختيار قيادة. إذن الوضع توا في الوقت الحاضر النهب والسرقات للثروات الليبية متواصلة. طبعا أنت تعرف أن اليوم لا يريدون اليوم استقرار ليبيا. من الذي لا يريد استقرار ليبيا؟ هم المجتمع الدولي الذي دمر ليبيا في 2011، يريد اليوم هو عامل ممنهج لتلك الثروات. لكن اليوم لما اجتمع مجلس الأعلى ومجلس النواب في إطار أنهم يشكلوا حكومة واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان من النفق المظلم وتشكيل حكومة واحدة وصول الانتخابات، هذا ما يريده المجتمع الدولي. المجتمع الدولي قلت لك عندما فتك ليبيا في 2011 اليوم لا يريد حماية المدنيين. أنت تعرف أن الليبيين اليوم توقون لحل حقيقي يخرج بهم إلى بر الأمان، وأعتقد أن الليبيين
في ما تعلق في فيضانات درنا هب وهبة واحدة لدينا، وكانت الفزعة من تونس والجزائر ومصر. نعم في نعم. في روما في التطبيع هب وهبة واحدة ورفض التطبيع، لأن لدينا في 1940 قدموا شهداء، وبالتالي اليوم ليبيا اليوم القبائل والمجتمع المدني والشباب أنت اليوم فتي الأزمة انخفض في ليبيا كثير، ولا يوجد اقتتال. الليبي اليوم يعرف أن لا يوجد اقتتال صحيح أستاذ خالد، ولكن في ليبيا قريت أنه فما قرابة 30 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا. هذا أقل، هذا شوف موضوع السلاح هذا بالنسبة لنا احنا أسهل حاجة، هو القصة مش السلاح، عندما تقوم الدولة السلاح حيدخل المعسكرات. يعني الجماعات المسلحة دخلت ليبيا مباشرة بعد مقتل أو استشهاد القذافي في 2012. شوف القضية الآن ما هيش قضية إسقاط نظام في ليبيا، هي القضية هي قضية إسقاط دولة أخي. اليوم الدولة عندما سقطت تعاني منها الدول الأخرى، اليوم المنطقة يعني متفجرة من الهجرة، من الجريمة المنظمة، من الإرهاب، وبالتالي اليوم هو التدخل الخارجي أخي. اليوم عندما نتكلم عن التدخل الخارجي أنت تشوف ما يحدث في غزة. أي نعم، يعني المجتمع الدولي في صمت مريب وغزة تبات. هذا منين؟ هذا من التدخل الخارجي، من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم، هذول الدول متدخلين في الشان الليبي، لا يريدون ان تكون ليبيا مستقره امنه. اي القبائل ولكن نحن الليبيون كقبائل ليبيه وكشعب ليبي اليوم وقفنا في وجه هذه الهجمه الشرسه الامبرياليه من الغرب، والان سنقول كلمتنا. اليوم سيتم في حراك في طرد السفير الامريكي، هناك حراك الان لطرد المرتزقه من ليبيا، والا سيرفع في وجههم السلاح، لان احنا اليوم اخر حاجه عندنا سلاح. اليوم حراك مسلمي، اليوم نريد الليبيين ان يجلسوا على طاوله واحده الفرقاء السياسيين، عندما جلسوا الفرقاء السياسيين مجلس الدوله ومجلس النواب المجتمع الدولي لا يريد هذا الجلوس، ودائما يتدخل لاجل ان تكون الفوضى تعمل فوضى، وبالتالي اليوم الليبي اليوم عنده صحوه كبيره في ان اليوم يجب ان تكون ليبيا امنه مستقره وتحقق سيادتها على ارضها، ويكون شعبها هو الذي يقرر مصيره واختيار قيادته من خلال تنظيم الانتخابات. استاذ خالد متفائل انت بالامكان القبائل مثلا ان تسيطر على الوضع؟ اول شوف القبائل سيطرت على الوضع من 2011، يعني قاعده قامت برأب الصدع وبنزع فتيل الفتنه والازمه في ليبيا، ولكن اليوم لدينا صراع سياسي وليس صراع قبلي، اليوم في ليبيا صراع سياسي، حكومه في الشرق وحكومه في الغرب، مجلس اعلى في الدوله، مجلس نواب، مجلس رئاسي، وبالتالي اليوم نريد ان نحقق الوحده الوطنيه في ليبيا، نريد ان نحقق حكومه واحده، وهذا ما يسعى اليه الشعب الليبي، وهذا ما تسعى اليه كل منظمات الشخصيات الوطنيه في ليبيا، متفقين تماما على كلمه واحده هي ليبيا واخراج ليبيا من النفق المظلم الى بر الامان. نعم. الشعب الليبي يزهر بالنخب أستاذ خالد، جدير بأن يعيش في وضع أفضل وأن يقع اعتبار الحل الليبي أقوى من المسالك. نعم. لإنعاش فرص تسوية الأزمة في أقرب الأوقات يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا أستاذ خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية لشؤون الخارجية. حبيبي يا